فازت اللاعبة المصرية العالمية هنا جودة على كل من منافستها الألمانية والفرنسية في البطولة الدولية لكرة الطاولة بتونس، وتشارك مصر في فعاليات البطولة الدولية لكرة الطاولة والتي يتنافس فيها 126 لاعبا من 24 دولة في البطولة الدولية التي تستمر حتى 5 فبراير، وتشهد مشاركة واسعة لأبرز المصنفين في اللعبة أقل من 19 عاما. اقتنص النادي الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0 على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية. سجل هدف الفوز للأهلي اللاعب البديل محمد مجدي أفشة من تسديدة قوية في الدقيقة 88 ليواجه الأهلي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الأربعاء المقبل. هذا وقد حصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام على حقوق البث الأرضي لمباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية بداية من اليوم بالدور الثاني. وفي البطولة ذاتها وفي المباراة الأخرى تأهل الهلال السعودي إلى الدور قبل نهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه على الوداد المغربي بضربات الترجيح 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. بهذه النتيجة يواجه الهلال فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي، بينما يودع الوداد المغربي منافسات البطولة. في الدوري الإنجليزي سقط ليفربول مجددا بفخ الهزيمة أمام مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 22. بتلك النتيجة ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 20 نقطة في المركز 15، بينما استقر ليفربول في المركز 10 برصيد 29 نقطة. استعاد إيفرتون نغمة الانتصارات بالفوز على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوديسون بارك. سجل هدف إيفرتون جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 60 من عمر المباراة ليتجمد رصيد الجانرز عند 50 نقطة ويظل في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز 17. نهاية جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى لسحر ودينا، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.